للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من القاهرة خبير الاقتصاد الدولي الدكتور رشاد عبده. بعد التحية دكتور رشاد، بدأت يعني عدد من الدول بخفض وارداتها النفطية من إيران، كيف تضع ذلك في سياق الضغوط الدولية على النظام الإيراني واستراتيجية الولايات المتحدة بالتصفير النفطي لإيران؟ هو زي ما حضرتك قلت، دي عقوبات أمريكية، وأمريكا دولة قوية جدا وليها استثمارات في كل دول العالم وتعاملات تجارية مع دول العالم، وبالتالي أي دولة أو شركة ممكن تكسر العقوبات الأمريكية على إيران هتخسر كتير. بدليل شفنا الاتحاد الأوروبي وشركاته قالوا لشركاته من فضلكم تعاملوا مع إيران، لكن شفنا كل شركات السيارات الفرنسية انسحبت، شركات ألمانية انسحبت، شفنا عقد كبير جدا 200 مليار بطيارات انسحب، ومؤخرا الشركة البريطانية اللي بتنفذ واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الشمسية. ده كله بيقول إيه؟ بيقول إن حتى البنوك ابتدت تهرب من إيران، وده هيخلي استثمارات أقل، هيخلي فرص التنمية أقل، بيخلي الشعب يعاني أكتر، وبالتالي بيضغط على الإدارة. ليه؟ لأنه مش منطق إن إحنا النهاردة دخلنا محدود والدخل المحدود ده يروح عشان مغامرات بتتم سواء في سوريا، في اليمن، في لبنان وما إلى ذلك، مش منطق، والعراق وما إلى ذلك. فعشان كده في مثل في مصر جميل جدا بيقول إيه؟ بيقول اللي بيحتاج له البيت بيهرم على الجامع، الجامع القيمة الدينية الكبيرة، لكن أنت يا إيران ويا دولة إيران ويا حكومة إيران ويا سلطة إيران ليه بتطلعي إمكانياتك المحدودة لخدمة بعض المغامرات اللي في الآخر مش هتجيب ثمنها؟ إنما الشعب بيعاني، معدل التضخم مرتفع جدا، ناس بتعاني بشكل كبير، أزمات مهولة، وفي الآخر بتخسري أمريكا وتخسري العالم، ومزيد من العقوبات يعني مزيد من الضغوط على الشعب، فده مش منطق. عشان كده الشعب ما استحملش وابتدى يقوم مظاهرات، والقمع هيجيب مزيد من المظاهرات، مش هيقضي على المظاهرات والتظاهرات، لأن خلاص الناس وصل لمرحلة صاد بها الكيل ولم تستطيع أن تتحمل. نعم دكتور رشاد، بالحديث عن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني، على ما يبدو أن النظام الإيراني الآن يمر بأوقات عصيبة في ظل يعني توترات داخلية وخارجية بسبب الأنشطة والسياسة التي يتبناها نظام الولي الفقيه والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من وجهة نظرك، ما هي السيناريوهات المقبلة التي من الممكن أن يستخدمها نظام الولي الفقيه للخروج من هذه الأزمة الخانقة؟ طبعا هو عارف أنه بيعاني كثيرا، عارف أنه عنده في مشاكل ملحة، ابتدى يحاول يعمل بعض الصفقات بالعملة المحلية مع بعض الدول منها تركيا في محاولة أن يجذب روسيا. روسيا لغاية دلوقتي ماسكة العصاية من النص، العراق ماسكة العصاية من النص، إنما هيحاول جاهدا في الفترة الانتقالية أنه يشتري ذهب بقدر الإمكان، يتبادل مع بعض الدول البترول النفط قدام أمام الذهب، هيحاول يشتري بقدر الإمكان ويكثف شراء العملات، هيستخدم دولة زي العراق عشان تبقى منفذ بالنسبة له ويقدر يحقق من خلال هذه المكاسب. إنما هو عارف أن المسألة هتطول والضغوط بتزيد، خاصة أن احنا لسه بدأناش المرحلة الكبيرة اللي هتبدأ مع نهاية سبتمبر. فكل ده بيقول في ضغوط كبيرة جدا، النظام بيحاول جاهدا أنه يفلفص، يحاول يجد بدائل، يجد منافذ، يجد تبادلات بالعملات المحلية، في محاولة تكوين جبهة ضد أمريكا، وبالتالي هيعتمد على الشركات الصغيرة اللي في أوروبا واللي أوروبا موقعة اتفاقية إنها ممكن هي وشركاتها تتعامل مع إيران، لكن الشركات الكبيرة شايفة إن مصالحها مع أمريكا أكتر كتير من مصالحها مع إيران ومكاسبها من إيران، عشان كده البديل في الشركات الأوروبية الصغيرة. نعم، من القاهرة الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا لك.